أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة وحصرية. سئل الممثل الوسيم أوغوز يرجي الذي شهد حقيقة الحب الذي كان بين خليل إبراهيم جيهان وسيلة ترك أغلو لمدة عامين أفضل من أي شخص آخر، وقضى وقت طويل معهم. تعرفوا على ما قاله عن الثنائي الذي تحبونهم جميعا. المهم أصدقائي ومتتبعينا الكرام، قبل الخضوع في تفاصيل الفيديو لا تنسوا دعمكم لي بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد وترك تعليق ولايك. وقبل الانتقال إلى الفيديو نريد أن نقدم بعض المعلومات المهمة حول الممثل لمحبين أوغوز الذي تمكن من الوصول إلى ملايين المعجبين في حوالي 15 دولة في وقت قصير بأدائه الاحترافي في مسلسل الأمان. نذكر أن أوغوز يرجي الذي تمكن من إقامة عرش في قلوب الملايين مع شخصية نديم في المسلسل، وبدأ حياته هو أيضا المهنية كعارض أزياء، وأصبح اسما مذكورا بشكل خاص من قبل العلامات التجارية للملابس الرجالية، وذلك بفضل اللياقة البدنية التي يتمتع بها الممثل الوسيم، والذي شارك في العديد من الإعلانات التجارية أثناء عرض الأزياء، ودرس التمثيل في مركز صدري ألشك الثقافي للانتقال إلى التمثيل وهو أكبر حلم له، وقال أن هناك تغييرات مهمة للغاية في حياته بعد لقائه بزوجته التي تزوجها بعد فترة قصيرة من معرفتها، وأصبح أبا لطفل اسمه أرس. ويظهر أوغوز يبتسم دائما في المسلسلات التلفزيونية والأفلام الكبرى وفي مسيرته التمثيلية، وهو معروف عند معجبيه لأنه لديه أعمال كثيرة قبل سلسلة الأمانة، وهو إنسان أيضا معروف أنه يتماشى مع الجميع في المسلسل التلفزيوني الذي يلعب فيه الأمانة، ولكن من الواضح أنه قريب بشكل خاص من خليل إبراهيم جيهان. بعبارة أخرى، يعرف قصة حب خليل إبراهيم جيهان وسيلة ترك أغلو أكثر من أي شخص آخر، لذلك قاموا بسؤاله عن العلاقة بين خليل إبراهيم ووسيلة، فأجابهم بعبارة أن خليل وسيلة توافقا بشكل جيد، والممثل هو واحد من أكثر الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا دائما سويا من خلال كلامه، حيث تابع كلامه قائلا: إنهما شخصان يحبهما الجميع ومتوافقان كما قلت للغاية مع بعضهم البعض، ويمكن أن يشكل زوجان رائعان ويشكلان عائلة أيضا. وعند سماع هذا الكلام محبين الثنائي قاموا بالتعليق على كلامه، حيث البعض عبر عن سعادتهم بعد سماع هذا الكلام قائلين أن هذا تأكيد على أن خليل إبراهيم جيهان وسيلة ترك أغلو يحبان بعضهم البعض، ودليل أيضا على أن جميع المعجبين والجماهير ليسوا مخطئين في ملاحظة الرابطة المذهلة بين هذا الثنائي، ومنهم من عبر عن حبهم للممثل نديم وشكروه على دعمهم لسيلة وخليل إبراهيم جيهان. أصدقائي ومتتبعينا الكرام، ما رأيكم في كل هذا؟ المهم إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.